ورفيجتي خويتي السعودية وصلت يلا حيا الرياض منورة فيكم والله حياتي شلونك قلبي وحشتيني اكثر زينك زينك نورت الرياض حلوة حياتي النور نور قلبي حياتي حياتي حبيبتي تفضلي يلا من ياني حياتي حبيبتي حبيبتي على راسي اهل الرياض كلهم تفضلي قلبي انت اللي محلي الرياض وجودك محليها يلا البسي عبايتك ونزلنا يلا نعزمتك على الغداء وسع صديرك ونستانس ما شفت الرياض قومي 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 بسرعه بنروح الحين وين عزمتني على الغداء مكان سري مكان سري سري لما يجي في تجمهر لو سمحتي يلا طالعين نتغدى وبعدها بروح السوق ولا ما يمدي خلاص انا اليوم طيارتي راجعه الكويت المكان بيمدي نروح السوق صدق يلا اوكي احب اشكر قبل لا امشي الحين واروح اتغدى وبعدها اروح السوق وبعدها المطار احب اشكر صاحبة المعرض الاخت فوز الف شكر على كل شيء سويتي لي يعني سامحوني على القصور اذا كان في قصور وللأمانة احب اقول شغلة الاخت فوز ابدا ما قصرت معاي باي شيء استلمت حقي كامل فوق هذا اخر دلع دلعوني ولكن الموضوع خارج عن ارادتنا وانا احترم القرارات كلها اكيد وكلها احطها على عيني وعلى راسي من فوق واحبكم اهل السعودية وايد العفو ما سويتي شيء شرفتينا حياتي انستينا حليمة وشرفتينا شكرا على القصور ما من قصور والله وان شاء الله يعني تكوني انبسطتي عندنا وان شاء الله تروحي وتوصلي بالسلامة وطالع الحين من الفندق في دية الرياض واهلها حبكم وايد وايد اهلا فيك الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك وصلنا المطعم الحين معك فراس بدير المطعم سبازيو اهلا وسهلا هاي البودي جارد انا صرت ما اتحرك الا بودي جارديه الله يخليكم اهلا وسهلا شرفت ونورت سبازيو نعم شكرا شكرا تسلموا واو شوفوا الإطلالة الرائعة على كل الرياض من الدور 77 واو يا حلو الرياض يا حلو الرياض واهل الرياض وكل شيء بالرياض اموت فيكم اموت فيكم شفتوا شو مسويه فيني ليش مقفلي لي الواي فاي مقفلي لي الواي فاي يقولون عشان بعد ما تنزلين تنزلين الستوري لاحظتوا الاجرام اللي مسويته فيني خويتي رفيجتي